دلوقتي محاضرة 11 اللي هي بتاعت الوايد باند اي اس دي ان او البرود باند اي اس دي ان. احنا كنا لسه مخلصين دلوقتي محاضرة النارو باند اي اس دي ان. فالهدف بتاع الوايد باند او البرود باند اي اس دي ان زي الهدف بتاع برضو النارو باند اللي هو بينتجريت كل سيرفيس في النت بتاعتك، ولكن هي السيرفيس هنا سواء هتكون ريال او نون ريال تايم سيرفيسز تبقى على نفس النتورك بتاعك. هيحصل لها برضه ترانسميشن وسيجنالينج وسويتشنج وراوتنج في شكل يونيفورم. البي اي اس دي ان بيعتمد على حاجه اسمها السيل سويتشنج. ايه هي السيل؟ السيل هي باكت ولكن ليها فيكسد لينث، ليها حجم محدد. هي الحاجات بتاعت النارو باند كانت كلها ريل تايم صح؟ لا ليه كلها ريال تايم؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ انا ما اعرفش، بس ايه اللي خلاك تقول كده يعني؟ اصل الفاكس ده مش ريال تايم. ايه؟ الفاكس ده مش ريال تايم. ولا التيلي تكس ولا الفيديو تكس. ماشي تمام؟ بس عايز اعرف بس ايه الفرق يعني؟ او ايه الفرق في الاستخدام؟ ان هنا هو السيرفز بتاعتك سواء ريال او نون ريال تايم. تمام؟ بس بعد كده قعد يتكلم شويه عن البي اي اس دي ان وعلاقته بالريال تايم ابلكيشن وكلام من ده، وشرح علاقته ايه بالتي دي ان وكلام من ده. المهم تعالى نخش في الصفحه اللي بعد كده. ان البي اي اس دي ان جاب سؤال في الامتحان بيقول السيل سيل فورمات ده ايه بقى؟ ايه الاجابه المفروض؟ ايه بص حاجه سريعه على حاجه. المهم البي اي اس دي ان بيعتمد على حاجه مهمه جدا اللي هي الاسينكرونس ترانسفير مود او الاي تي ام. تمام؟ بعد كده السيل اللي احنا ذكرناها اللي هي الباكيت ولكن فيكس اللينث بتاعها هيكون قد ايه؟ الحته دي اختلف فيها الباحثين يعني في الجزء ده، فقالوا ان هي تكون حاجه من اثنين، يا اما تكون كبيره قوي او صغيره قوي. اللي قال كبيره قوي ان احنا عايزين نكونها تكون كبيره قوي علشان ندي مساحه ان احنا نحسن الافشنسي بتاعت الهيدر. الهيدر هو اهم حاجه في السيل بتاعتنا لان هو بيحدد السيل دي بتاعت ايه، هو عنوان السيل. فلو حصل مشكله في الهيدر يبقى خلاص راحت علينا السيل دي. وفريق تاني قال لك هنخليها قصيره شويه علشان السيل دي بتخش في كيو، وهو الكيو ده فيرست ان فيرست اوت، فنخليها قصيره علشان الكيوين يحصل ديلي بالظبط، عشان نقلل الديلي في الكيو ده. الى ان حصل اتفاق ان في ستاندرد سيل دلوقتي عباره عن 53 بايت، اول خمسه للهيدر والباقي للبيلود او الداتا بتاعتنا. المفروض ان احنا نخش دلوقتي نتكلم السيل شكلها ايه؟ الفورمات بتاعها ايه؟ ولكن في شويه حاجات في السيل لازم نقول شويه حاجات قبلها علشان نكون عارفينها. فهنشرح اليوزر اكسس بوينتس علشان فيها بعض حاجات هنستخدمها في السيل فورمات. تمام. اليوزر اكسس بوينتس هي بالظبط زي نفس الثانيه الار والاس والتي والدي والفي، ولكن هنا بي تيرمينال سيجمنت زودنا بي، هنا كذلك زودنا بي، هنا كذلك زودنا بي. الاختلاف ان هنا دلوقتي الدكتور عمل خط هنا وقال ان ده ما بعد او عند الان ان تي تايب 1 ده هو نتورك انترفيس، ومن قبله هو يوزر نتورك انترفيس. وهي دي الحته اللي كنا قلناها في الاختصارات بتاعت الان تي 1، ان الان تي 1 هو ده اللي بيفصل ما بين اليوزر بروسيس. خد بالك برضو عايز اقول حاجه هنا، ان لو هي جه قال لك اشرح لي اليوزر اكسس بوينت بتاعت البي اي اس دي ان، انت ممكن تحط له الكلام ده كله وما تكتبش اختصارات، انك حافظ الرسمه كده، معتمد ان الاختصارات انت حافظها في المحاضره بتاعت اي اس دي ان. خد بالك لو حتى انت لو كتبت البي اي اس دي ان تكتب الاختصارات كل يعني واحد بالظبط، هو بي تي اي بالظبط، هو هنا معتمد ان انت عارفها من المحاضره 8. تمام؟ محمد خلصي. فهنا دي ال ان ان اي وال ان اي. في معنى جديد اضافه البي اي اس دي ان، هو معنى الفيرتشوال كارد. احنا كنا اخذنا الفيرتشوال سيركت. الفيرتشوال سيركت بتكون ما بين اثنين اند يوزرز،
ولكن ال virtual connection صح. احنا كنا خدنا ال virtual connection في الحتة بتاعت ال قبل x25 وكنا اخدنا نوعين virtual connection و BBC و SVC. ال virtual circuit هي دلوقتي في اكتر من دلوقتي ممكن يكون في users ماشيين في اللينك ده خارجين من الـ ATM من الـ ATM switch من الـ ATM switch ده ليهم جزء من الباث مشترك بينهم. هيجوا مثلا عند النقطة دي او النقطة دي هيبقوا يتفرقوا مثلا ده هيروح destination وده يروح destination تاني. الجزء اللي كذا VC كذا virtual circuit مع بعض متفقين فيه في الباث ممكن اعملهم حزمة واحدة اسميها virtual path. الجزء اللي من الباث اللي فيه كأكتر من virtual circuit متفقين فيه اعملهم بندل حزمة مع بعض واخليهم VC مع بعض ليهم نفس ال VBID. فدلوقتي بقى اكتر من VC ليهم ID واحد اللي هو ال virtual path ID. هتعاملوا معهم كأنهم حزمة واحدة بندل واحدة. بمعنى مش فهمت لك؟ لا انا مش فاهم اخر حتة انت بتقولها. ان دلوقتي انا جمعت مجموعة من ال VCs مع بعض ال VCs دي الثقة فيهم هم مشتركين في جزء من الباث بتاعهم. ان في الجزء من الباث ده انا اديت لهم اسم واحد اللي هو ال VBID virtual path ID. بس الثلاثة دول كده يعني تقصد مثلا يعني؟ لا ده الباث بتاعي ده الباث بكده. انما دول كده مع بعض كذا virtual circuit 9 مش عارف كلام من ده دول متفقين في جزء من الباث يعني لو كان اللي هو الجزء ده مثلا متفقين لغاية هنا ومن بعد هنا هيبدأوا يفرقوا. فهتعامل معاهم على انهم حاجة واحدة لان هم حاجة واحدة بالفعل لان هم على الرغم ان هم مش حاجة واحدة. هم دي بي سي 5 و4 و3 و2 هم ليهم اي دي مختلفين فهسميهم كلهم باي دي اي دي واحد اللي هو الفيرتشوال باث اي دي. بس كل ما يتفرع اديهم اسم. هم وقت ما هيتفرعوا كذا بي سي مشتركين في جزء من الباث سوا ممكن تديهم في بي اي دي. كل بندل مع بعض كل حزمه مع بعض ممكن تديهم في بي اي دي. بس هنا بقى الجزء بتاع السيل فورمات اللي هي اجابه السؤال انت بتقول على في الامتحان. بما ان احنا ذكرنا في الحته بتاعت اليوزر اكسس بوينتس ان في جزء يو ان اي وجزء ان اي فلازم ترسم له شكل السيل في اليوزر نتورك انترفيس والنتورك انترفيس ان في اختلافات بسيطه. احنا متفقين ان السيل الستاندرد بتاعنا ليها 5 بايت الهيدر و48 البيلود. ففي الجزء بتاع الهيدر في اليو ان اي هيبقى شكل السيل بالمنظر ده ليها جزء حاجه اسمها جي اف سي. الجي اف سي هو الجينريك فلو كنترول بيستخدم ان احنا نعمل فلو كنترول على الترافيك في الجزء بتاع اليوزر نتورك انترفيس. بعد كده البي بي اي دي اللي هو الفيرتشوال باث اي دي بيبقى عباره عن الاربعه دول والاربعه دول. خد بالك ان كل بايت هنا كل واحده من دول عباره عن بايت 8 بيت يعني فدي اربعه ودي 4 و4 يبقوا 8 يبقى البي بي اي عباره عن كام؟ عن 8 بت. وبعد كده الاربعه دول والثمانيه دول والاربعه دول يبقى الفي سي اي دي الفيرتشوال سيركت اي دي يبقى عباره عن 16 8 و4 و4 16. اخر حاجه اسمها البي تي. البي تي اللي هي البيلود تايب. البيلود تايب ده بحدد فيه الداتا هي ريال تايم ولا نون ريال تايم والبريورتي كام بتاعتها لان الريال تايم هيبقى بريورتي اعلى من النون ريال تايم. وبعد كده هيبقى عندنا حاجه اسمها سي ال بي. السي ال بي هي السيلس بريوريتي اللي هي بالظبط عامله زي الديسكارد اليجيبيليتي بتاعت الفريم ريلي اللي هي بتقلو يوزر ان هو فيوليت الكونتراكتد فلو. ولكن لو حصل كونجستشن از اف ذا نتورك از كونجستد ات ماركس السيل دي ان هي ديسكارد اليجيبيلي ممكن ترميها لو حصل كونجستشن. دي اللي هي السيلس بريوريتي السي ال بي اللي هي الحته دي تمام. في حاجه مش واضحه دلوقتي؟ تمام. وبعد كده البايت دي بتبقى اسمها ال HEC او اللي هي الهيدر ايرور كنترول. والهيدر ايرور كنترول دي بنستخدم فيها ال CRC عشان نعمل ايرور كنترول على الهيدر بتاعنا. تمام؟ تمام. بعد كده احنا كده خلصنا شكل السيل في الجزء بتاع اليوزر تو نتورك انترفيس. تعالى بقى نخش على شكل السيل في النتورك تو نتورك انترفيس.
هنا مش محتاجين نعمل فلو كنترول، فبالتالي هاخد ال 8 بت دول مع ال 4 دول يبقوا للفيرتشوال باث اي دي، كده هيبقى 12. بعد كده ال 4 دول وال 4 دول وال 8 دول هيبقوا للفي سي اي دي 16. بعد كده برضو البي تي البيلود تايب ده السي ال بي سيلست بريورتي، كده الاتش اي سي اللي هي الهيدر ايرور كنترول، دول الخمسه بايت بتوع الهيدر و 48 هم بتوع البيلود. ده السيل فورمات في ال اي اي اس دي. تمام ولما جاب في الامتحان كان عايز الاثنين، يعني عايز سيلف ماث لازم ترسمه الاثنين، لان هنا في الـ في الـ في اليو ان اي ليها شكل وفي الان اي الان ان اي لها شكل ليها شكل تمام. تمام بعد كده اتكلم عن الستاندرد بروتوكول بتاع البي اي اس دي ان. البروتوكول شكله ايه؟ بيبقى شكله ان عندنا لاير فيزيكال لاير، الفيزيكال لاير دي معتمده على حاجه اسمها اس دي اتش تكنولوجي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه. بعد كده اي تي ام لاير، احنا كنا اتكلمنا في الاول قلنا ان البي اي اس دي اف بيعتمد على الاي تي ام، كده اللي هي لاير 2 هنا اي تي ام لاير. وبعد كده لاير اللي فوق اللي هي اي تي ام ادابتيشن لاير، هنتكلم عنها في اخر المحاضره برضو يعني شيء من الاختصار يعني. ايه بقى موضوع الاس دي اتش ده؟ اول مره نجيب سيرته اللي هو في التكنولوجي بتاع الفيزيكال لاير في البي اي اس دي اف. الفيزيكال لاير هي المسؤوله ان هي تعمل سينكرونايزيشن وتعمل اتش اي سي جنريشن. طيب تعال نشوف موضوع الاس دي اتش ده اللي هو سينكرونس ديجيتال هيراركي. الاصل بتاعه حاجه اسمها سونيت. السونيت ده اختراع امريكي، امريكا بس اللي شغاله بيه وباقي العالم شغال بالاس دي اتش. السونيت ده هو السينكرونس اوبتيكال نت. عباره عن ايه بقى ده؟ السونت ده الاختراع الامريكاني ده بيبقى عباره عن فريم. الفريم ده عباره عن 9 روز في 90 كورن، ماشي. دي عباره عن بايت يعني بت، اول 3 كولوم للروز بتوعهم يبقوا للهيدر بس، ماشي. وبعد كده ما بعد الثلاثه دول اللي هم 87 كولوم بيبقوا للسينكرونس بيلود بتاعته، الداتا بتاعتها. بوصل لكل مربع من المربعات دي عن طريق الكوردينتس بتاعتها الاحداثيات او مسمى بالبوينترز، المؤشر اللي بيشير للمربع ده. الفريم ده بيتبعت بريت 800 فريم كل ثانيه. 800 فريم كل ثانيه. فبالتالي احنا ممكن نقول ان ال1 بايت بتتبعت هي 8 بت ب 8000 معلش انا قلت 800 صح؟ لا 8000 فريم كل ثانيه، الفريم ده بيعت 8000 فريم لكل ثانيه، فبالتالي البايت الواحده اللي هي 8 بت في 8000 يبقى ال 64 كيلو بت بير سكند اللي هو الريت المعروف بتاعها. حته مالهاش علاقه بالمنهج قوي، كان الدكتور قال ان التي دي ان كنا بنقول ان احنا عندنا الاي 1، الاي 1 ده حاجه في الكوميونيكيشن يعني. الاي 1 بيبقى مثلا بيتيح ان انت يبقى فيه 30 يوزر هم في الاي 2، كل اليوزرز كل الاي 1 دول بيبقوا موجودين في الاي 2 مثلا، اللي بعده بقى اللي بعده موجودين فيه بيتجمعوا فيه. لكن السونت فلات مش ما فيهوش الكونسبت، ما فيهوش الكونسبت ان بتجمع حاجات بتحطها في الايه اللي بعده زي الاي 1 بعد كده الاي 2، ملهاش علاقه قوي ما تهمناش قوي، دي علاقه بالكوميونيكيشن والاتصالات وكده. بعد كده اللي زي موضوع الترافيك كونسبت كونسنتريشن ده الاي، لا اللي هو ايه ده؟ في حاجه قلناها في محاضره قبل كده قلنا ترافيك كونسنتريشن قبل ما ودي معناها ايه قلنا؟ ده الريت بتاع ال1 بايت بيتبعت يعني في الزمن ده، مش احنا قلنا ان الفريم ده بيتبعت 8000 فريم في الثانيه. طب يبقى البايت واحده، البايت الواحده هي 8 بت في 8000 بتتبعت 8000 مره، يبقى لها 64 بايت. مش فاهم احنا قلنا يعني ان ايه باي بتتبعت في 64 كيلو بت بير سكند؟ لا الريت، الريت بتاعها بتتبعت 64 بتتبعت ان البايت ببعت 64000 بت في الثانيه الواحده. ليه؟ لان الفريم بيتبعت 8000 مره في الثانيه. بعد كده
الفريم ريت بتاعنا دخل بقى ان الفريم كله هيبقى الريت بتاعه قد ايه، هيبقى الثمانية اللي هي 8 بت في 9 رو 90 كولوم في 8000 مرة بتاع كل بت، هيبقى كده بنبعت في الفريم كله بيبعت 51 و84% ميجا بت في الثانية الواحدة. واصل الحتة دي؟ فلو البيت الواحدة تبقى نبعت 64000 بت في الثانية، فلو في الفريم كله هيوصلنا احنا نبعت 51 و84 ميجا بت بير سكند. وده اللي هو بيسمى الليفل الاولاني من السونت. نازل ولا عملت لا فده اللي هو بيسمى الليفل الاولاني من الايه من السونت. يعني انا عندي بس ليفل اولاني، معنى انا عندي 9 رو بس و90 كولوم. فلو عندي ليفل الثاني، طيب قبل ما نخش على الليفل الثاني، الليفل الاولاني ده ما بيتسمى برضو الاس تي اس او السنكرونس ترانسفير سيجنال او الاو سي 1 اس تي اس 1 او الاو سي 1 او سي اللي هو الاوبتيكال كارير، اللي هو الريت بتاعه 51 و84% ميجا بت بير ثانيه. ده الليفل 1 اوف السنكرونس. فاكر موضوع الليفلز ده انه هيفيدنا في الاس دي اتش. مثلا لو هنفترض ان او سي 3، او سي 3 يعني انا دلوقتي عندي 9 رو مثلا في 3 في 90 بقى عدد الكولومز بتاعتي اتضرب في 3، فبالتالي الريت بتاعه هيبقى ال 51 اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيهم من شويه في 3. في 3 يبقى هيبقى هيوصل ل 155 و52 من 100 ميجا بت بير سكند. اس تي اس 12 او اللي هو الاو سي 12 يبقى 12 في ال 51 هيوصل ل 622 ميجا بت بير سكند. تمام. ال اس دي اتش بقى هو مبني على السونت، ولكن الليفل الاولاني فيه ما يعادل الليفل الثالث من الاس تي اس. فالاس تي ام اللي هو الليفل الاولاني، ليفل اس تي ام ليفل او اس تي ام 1 الليفل الاولاني من الاس دي اتش هو 3 اس تي اس 1. يعني الريت الاولاني فيه 155 و52 ميجا بت بير سكند. فبالتالي لو هنتكلم عن اس تي ام 4 هو 4 في 3 اس تي اس 1. وهنا ممكن يسالك يقول لك ارسم لي الاس تي ام 4. فانت هترسم الاس تي الليفل الاولاني بتاع الاس تي ام 1 اللي هو 3 في 90 وبتضرب 3 في 90 دول في 4 اللي هو ايه هيبقى بالمنظر ده. وكمل الرسم المنظر تحت ده كده، وكمل الرسمه بتاعتك زي الايه الفريم اللي كنا راسمينه من شويه. تمام. بعد كده هنخش على اخر حاجه في المحاضره اللي هي اللير الثالثه، اللي هي ال اي تي ام ادابتيشن لاير. تمام. بس قبل ما نخش فيها نقول ان الفيزيكال لاير بتاعت الاي تي ام بتكون سواء سونت او اس دي اتش ومهمتها هتعمل اسمبلي وديس اسمبلي. نخش بقى على الاي تي ام ادابتيشن لاير اللي هي الاي اي ال، اللي هنا غلطه المفروض اي اي ال. زي ما كنا بنتكلم على الاو اس اي موديل ريفرنس موديل، ان اللاير 7 هي ليها علاقه بالابلكيشن صح، اللي هي مثلا الاف تي بي والاي تي بي والتلنت والكلام من ده. كذلك برضو اللاير دي هي اللي هي الابلكيشن وايز شويه، بتسبيسيفاي الابلكيشن بتاعنا لمجموعه من الكلاسز بناء على الكلاس على الابلكيشن بتاعك هيبقى في كلاس معين. في عندنا حوالي 4 أو 5 كلاس. كلاس ايه ده؟ اللي انت بتبعت فيه فيديو وسبيتش، بتبعت فيه فيديو وسبيتش بكونستنت بيت ريت، فيديو سبيتش بكونستنت بيت ريت. الكلاس اي دي كونكشن اورينتد وسينكرونس. صفتها ان هي كلاس اي ابلكيشن بتكون كونكشن اورينتد وسينكرونس، وببعت فيها فيديو سبيتش بكونستنت بيت ريت. كلاس بي ببعت بفاريبل بيت ريت وهي برضو كونكشن اورينتد وسينكرونس، بستخدمها ان انا ببعت فيها كومبلكس اوديو او فيديو. ماشي الحال؟ ماشي الحال. كلاس سي بستخدمها ان انا ابعت على عليها داتا بفاريبل بيت ريت وهي ايضا سينكرونس واورينتد. يعني لغايه كلاس سي دلوقتي كلهم سينكرونس وكونكشن اورينتد. كلاس بي وسي فاريبل بيت ريت، كلاس اي كونستنت بيت ريت. كلاس دي الوحيده فيهم لغايه دلوقتي اسينكرونس
وبرضه فاريبل بيت ريت وبعت عليها داتا، يبقى كلاس سي ودي زي بعض بالظبط، ولكن سي سينكرونس ودي اسينكرونس. كلاس اكس الاخرانيه تبقى دي يوزر ديفايند، اليوزر هو اللي بيحدد هيخليها للكواليتي اوف سيرفيس ولا للباندويث ولا للدلي، هو اللي بيحدد. فبالتالي انت لما هتيجي سيت اب السويتش بتاعك هيبقى عندك اكتر من اختيار. يقول لك ايه ال1، ايه ال1 ده اللي هي الكلاس اي سيرفيس بتاعتك، ايه ال2 اللي هي كلاس بي، ايه ال3 اوفر 4 3 على 4 اللي هي كلاس سي او دي، ميرجد مع بعض ان هم زي بعض الاستخدام، ولكن دي الفرق ما بينهم سينكرونس ولا سينكرونس. وايه ال0 اللي هي كلاس اكس اللي هي اليوزر ديفايند. يبقى كده خلصنا محاضره.